بيتم تداولها دلوقتي ان حضرتك السبب او الحكومة السبب في عدم تمرير موضوع العلاوة الخاصة لغير الخاضعين بالخدمة المدنية، ان حضرتك قلت مش هنعرف نوفر الفلوس؟ لا، هو الحقيقة مش مسألة مش هنعرف نوفر فلوس. احنا النهاردة عندنا يعني عندنا مستهدفات. ما هو يعني احنا النهاردة لما يكون الدين عدى للناتج المحلي الإجمالي وصلنا ليه 103 و104%، ده أمر مش بسيط. واخد سيادتك ازاي؟ لو استمرينا النهاردة، لو أنا ركزت يعني، أو أولا احنا عندنا قانون خدمة مدنية، في عاملين مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بيطبق عليهم نفس الطريقة ونفس السيستم اللي موجود في القانون اللي طلعناه. لا يمكن هيبقى فيه تباين في المعاملة، ولا يمكن هيبقى تركيزنا كحكومة فقط مع الجهاز الحكومي للدولة، لأن الدولة فيها 93 مليون مواطن. العاملين في الجهاز الحكومي حوالي 6 مليون موظف. لو افترضنا ان هم وعائلاتهم 25 مليون، طب ما في ما يقرب من 70 مليون مواطن اخر يجب الدولة انها تتعامل معها برضو متطلباتهم في وسائل الحماية الاجتماعية والكلام ده كله. فلو احنا عملنا كده هنحط بنود انفاق عالية جدا بطريقة تانية، وهنبتدي نستلف عليها، وهنبتدي التكلفة تزيد والعجز يزيد والتضخم والأسعار تزيد بشكل تاني، ونبتدي نخش في نفس الدائرة المفرغة اللي احنا مرينا بيها في الخمس سنوات السابقة. صحيح. أي يعني في النهاية إذا مش إنه الحكومة يعني ما هو يعني مش نحن عندنا موارد وعندنا مساحة مالية نقدر نتعامل بيها ونقدر نزودها للناس وإحنا بنضايق الناس. لا بالعكس، يمكن النهاردة إنه واحد في عدالة ما بين الفئتين المخاطبين بالخدمة المدنية والغير مخاطبين بالخدمة المدنية. إنه الغير مخاطبين بالخدمة المدنية منهم قطاع ليس بصغير يمكن دخولهم أعلى وأفضل من المخاطبين بالخدمة المدنية. تمام. فيجب أن يكون هناك تساوي في الأسلوب التعامل، بحيث يبقى فيه العدالة تسود ما بين كل الفئات. مفهوم. فبالتالي مش مجرد انه الحكومة وقفت في وش هذا الموضوع، لان واحد الحكومة تقدمت بهذا وناقشته مع مجلس النواب. طبعا بيبقى فيه دايما في مناقشات مع مجلس النواب، وفي احترام متبادل لاقصى درجة وسماع لمتطلباتهم وارائهم واخبار حقيقة زي. لكن في نهاية الامر احنا بنوضح ايه قدرتنا وقدرتنا اللي مطلوب فيها ان احنا واحد نعمل توازن ما بين برامج الحماية الاجتماعية اللي موجودة والصرف على هذه البرامج، ولكن في نفس الوقت لازم ننظر على فكرة خفض عجز الموازنة، لأن هو ده اللي بيتسبب الحقيقة في كل المشاكل اللي بنواجهها. طبيعي. وبالتالي ده كان النقاش اللي داير مع مجلس النواب، وليست فكرة ان احنا اللي وقفنا عائق في سبيل هذا الموضوع. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الجرحي وزير المالية على هذا الشرح ولهذه المدخلة.